سيد الرئيس، اليوم راه كنتكلموا الحصيله وقيله راه كنتكلموا على 5 سنين ديال التسيير، واللي المواطن ما عرفوش نردوا له الخبر. انت كتقول لي ان ما يمكنش نتكلموا في العرض، هذا عرض اصلا عرفوا سيد الرئيس بان كاين خروقات كبيره في مده 5 سنين. الناس تتوضع، كاين خروقات سوق كاسابارا اللي تكلمتي عليه وقلتي اكبر سوق، قلتي اكبر سوق في المغرب، مع العلم بان انت بالضبط قلت بان كاين تسيف في هذا اعتراف امني، قلت كاين تسيف. كيف يعقل حانوت مخرجين منها جوج؟ حانوت هذه وحده مخرجين منها جوج، ما هي عدا الدكاكين ولات في الجمله. اذا بمعنى اصح هنا اللي عندها لك كارطة اذا كتخلص الدوله كتنتفع من الصندوق، خصني نعرف شكون اللي كينتفع من ديك المرسيمون اللي كاين في ديك الحانوت. بمعنى اصح اذا وحده عندها في كتخلص الواجبات، واخرى اللي ما عندهاش اللي في كتخلص الواجبات، شكون اللي كيستافد؟ باش نعرف شكون كيستافد. هذه من جهه. ثاني حاجه كنتكلموا على هي نقطه مهمه في الدوره ديال 7 في شهر 6 اللي فاتت، كان الغياب واضح ديال رئيس المناطق الخضراء رئيس مصلحه، خصنا نعرفوا. واليوم غايب، خصنا نعرفوا السبب ما كاينش. انا جيت اليوم خصني انا كنسالك خصك تجاوبني بصح اللي خصك تجاوبني باش نتفاهموا مزيان. حيت المواطن كيتسنى على برا خصني نقول له شنو كاين. هذه مساله عاديه، اليوم ما كاينش الوقت، ما كاينش الوقت ناجلوها مره اخرى ونبداو من احسن نبداو في 10 الصباح باش تولي ما سالناش في الوحده الليل، ماشي مشكل عاوتاني. ولكن باش نجيو حنا الحصيله ونقولوا مزروبين والوقت كذا، هذا ما عندها علاقه. هذه من جهه. قضيه اخرى السيد الرئيس، الجمعيات راه الظاهر راه باين ديال 113 114، يعني يلا بالالتحاق ديالك بالرئاسه اذا خصك تجمعهم كلهم وتسمعهم كاملين. مع العلم كاين مواطن كيقول كاين الاحصاء ديال تقريبا 80% ديال الجمعيات، ما عدا بعض الجمعيات اللي ما عرفناش على ما كتنتسب. قضيه اخرى الملاعب القرب اللي هما المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وسيدنا الله يجازيه بخير قرب الملاعب المواطن الدراويش باش يلعبوا بيتبلاو شي بدروكه. جينا حنا صبرنا بدينا كنتمناو، الجمعيات بدات كتمنى ملاعب القرب. نهضروا على ملعب القرب 45 رقم 45 اللي هو بعد دخلت قناه الموظفين شرم ديبان. صبحنا دابا كنسمعوا المواطن ساعتها من الرئيس، واش الملعب ديالك؟ جاوبني ولا كان ديالك؟ حيت انت رئيس وانا مستشار، بمعنى انت كتستافد اذا انت عرفتني نستافدو منه. ولونطيط اللي كاين في الملعب القرب 45 انا في نظري ديالي خصو تبدلو سميه، خصو يرجع اسوسياسيون الشنتوف مباشره، جمعيات الشنتوف هذيك. خصني نعرف ديك المداخل شكون كيديها، لان التيران كيدخل 20000 درهم في العام، وملي عنضربوها في 12 شهر كتجي 240000 درهم، وملي عنضربوها في 10 سنين راه 240 مليون. وخصني نعرف ديك 240 مليون فين هي. والملعب ابتدا عام 2012 تحاسبوا عليه، تا تحاسبوا على 6 سنين على 50 الاخر بليتو، ماشي 6 سنين ماشي مشكل. خصنا نعرفوا المواطن كيسول علاش كينتفع ماشي ما كينتفعش. ولا نهضروا الصيانه ما عرفتش فيها بزاف. شنو هي الصيانه؟ الصيانه غندخلوا فيها هنا بان البوله مقطعه كتعدلها. الشباك اللي كاين كيسوى والو، شبكة الصيادة بزاف ما على 20 درهم على 5 سنين تقدر تبدلها. لي كارديان مع الناس ماشي معاك بعيد، نعملو حنا جوج كارديانات على الناس جوج العساسة و 3000 درهم الواحد هي 6000 درهم، ونزيدو 4000 درهم بالصيانة هي 10000 درهم. دابا أنا كنعطيك غير مونطو اللي ما هي شي حاجة زايدة على هادشي هذا. إذا الأمور ماشي واضحة، ما واضحاش تماما. ونجيو حنا دابا نقولوا الا ان الشغل عندنا لا مايمكنش، نرمو المسؤوليه مايمكنش. المواطن كيتسنى خصو الجواب، والجواب انا خصني نسمعو دابا باش ملي نخرج نقول له مودي لا انا اللي كنت غلط ماشي الرئيس، خصني نبين ولا انا غلط ولا لي. ولا انت كتشوف شي حاجه اخرى خصك تكلم عليها. هذه ماشي التعديل اللي التعديل الاداري ديال الملحقات، بعض الملحقات بما فيها 13 14 15 16 التعديل ما كيصوبش في 4 الملحقات. 14 فيها 7 موظف،
13 فيها 7 و16 فيها 7 هي 21. غنجيو حنا الاكبر ملحقه اداريه 15 اللي عدد المواطنين ديالها 35000 مواطن. اسمع مزيان وفتح ودنك. والمسجلين فيها 15000، بمعنى المقاطعه كلها 50000 دابا واصله. ولا نقسموها اجي معدل 12500، حنا فايتين 15000، كاين اللي فيها غير 11000. غنجيبو حنا غنشدوها 2018 غادي نشدو حنا موطع ديكاليزاسيون. علاش؟ حيت حصلنا التزوير فهمت الاخوه اللي حصلوا في التزوير نبدلوا لهم المهام. حنا لا صبرناهم دينا الدائره 16، واحد دينا الدائره 16 عجبنا المقاطعه السوال وصبرنا وشديناها. ومع العلم سوق كاسا برطا تما الناس كتبيع وتشري، هذا كيبيع موبليس كاين مونتو اخر خصو 10 ملايين الضمانه ديالو، بمعنى خصو يكاليزي خصو كذا ما كاين والو. السوق ما بقاش اسبوعي كاسا برطا ولا يومي. الجامع السعودي جمعة جمعة باركي بلان الناس كتجي، حنا حاضرين اليوم فاهم مجدود. الناس ملي كتبغي تشد واحد شي حاجة كمثال مطعم قهوة أو شي حاجة كتعمل علاش؟ الحمد لله عندك جاج ترونسبارون كيبين عامل ورقة من داخل باش ما تقطعش. حنا هاد الموطع هذا إما كنصلحوه إما حصلنا فيه شي حاجة إما إما إما، ولكن حنا كنعرفوا رخصة الإصلاح ما كتفوتش 6 شهور ولا غنصلحوه، والإصلاح بتاتا ما كاينش، وحنا عام ونص هو مجدود وكامل واحد زيع. ايوا المواطن اللي في عنقنا حنايا. لا تكلمت لك قلت لك يعني اكبر باركي كاين في الملحقه في الملحقه 15 والجامع السعودي جمع الناس كتصلي تما، بمعنى خصها اللي تجي تستافد ولا عاد كاليزي ولا شي حاجه. حنا غادي نجيو غنشدو البيرو ديال كاليزاسيون ونشدو سانونس نستفسير. علاش؟ لان ما خصوش غير النقطه، لان حصل تزوير تما. انا كانت النيه ديالي بان اللي حصل كيزور راه غادي راه غادي نشبرو نبدلو المهام، صافي حنا خلينا نفس المهام، ما عملتي والو، أنا دور في التيار، أنا دور في التيار السيد الرئيس، خصو يمشي فين؟ واخا سيدي حنا نقولو موظف ديالنا وتشومة وعايب علينا، ما كاين مشكل، ولكن نبدلو المهام، ما نعطي ما نزيدوش ال ها؟ أيوا، وباقي ميتقل. المصالح المصالح باش نقولوا كنخدموا مصالح عامه ما كايناش، كاينه مصالح خاصه كتقضي باش نكونوا واقعيين اكثر. علاش؟ هادشي انا كنلاحظوا غير بالنسبه للازقه. بالنسبه للازقه والبيتون ارمي اللي تكلمنا عليها، عندي يا سيدي انا الطلب الصحافه ولا كان ممكن نصوروا هادي. صورت مزيان اوكي. انا عندي الطلب هنايا في علاقه بالموضوع يعني في اطار البرنامج الذي سطره مسجد مقاطعه السوان لاصلاح الشوارع والازقه بتورى مقاطعه مقاطعه السوان. يشرفون ان توجهوا اليكم بهذا الطلب لادراج بعض الشوارع، هذه انا طالب بحال بوغاز لتستفيد هي الاخرى وذلك على الشكل التالي. عندي سيدي شارع لازم نشكرو في سكن انا عبد ربو هذا تعدل وكاين الزنقه 51 فوق مني، انت كتعرف فين كنسكن الصليبيه مرة كبيرة طاحت والله العظيم إلا تهرست، يعني أنا استعدلت واحد الطريقة قبل ماشي في البيرود ديالو، بصح تعدلت 2003 2009 المجلس 2003 2009 شي ما كاين والو. إذا ما عدلتو لنا شي 51 52 هدرت مع رئيس الأشغال اللي هو سي محمد تاع أيروش، تكلمت معاه قلت له كيفاش، قال لي عرفتني كاين السي مروان غادي نخدم هدايا واخا راه كنوعدك ولا شطط شي حاجه. حنا ولينا كنتسناو الشياطه دابا ماشي مشكل، مرون عنده وسائل خطر كبير سزافه. ولا ما كانش الرئيس قال لك اودي العام اللي ما جيت والعام اللي دار موراه هي كارثه كبيره، ما لا هي ومن ونوها. حنا كنتسناو يكمل لي اللي طالب السي مرون، وانا كنتفاجئ بالبوله بيريمي كدوزوها فوق بيتنا بريمي كتقتل واحد السيد واحد الرساله خرج من بلوسه كنا محمد الخامس، وراه كاين فيديو لهذا الشيء هذا واتساب. انا كنهضر تيتري ماشي عشوائي، من عمره ما كان عشوائي في التاريخ ديالو. انا كنهضر شي جاليزي عندي راه راسك، وجيت عند السيد كاتب العام كانت الصحافه ماشيه جوج النهار جيت باش نعتق باش ما نشوهش السمعه ديال المجلس. الحمد لله كلشي تيتري السيد كاتب العام، جيت باش نعمل حتى اهرش وقت ما نقارن الميزانيه دحرش. السلام عليكم. وعليكم السلام. اللهم هذا ماشي كاين قد السيد كاتب العام الله يجازيه بخير. عيط رئيس مصلحه وصحاباتي اشريف وقف ديك الخنس
إذا صباح خنز هذاك صباح خنز. إذا إحنا ما جيناش كمواطن يصوت علينا، بالعكس إحنا أصلا في المستشفيات كنداويو، بالعكس إحنا كنزيدو اللي سميناهم مداوخ، وأنا رئيس المداوخ دابا حتى أنا مدوخ في حالي، وأنا كنتابع على ديك المداوخ ديرو الأصوات ديالو وسمينا مدوخين. وهم شناهو مطورة شايفة، أنا كنتمنى ديك المداوخ، وأنا ديك المداوخ كيتسنوني إلا برا باش نصب الجواب، بصح خصك تجاوبني. وقيلا اتفقنا على تحديد الوقت، اعطيناك وقت كافي والهضره كتعاود، الهضره كتكرر. لا حاجه واحده كررناها هي في الساعه اللي قلتي لي الباركي، هذيك انت بغيتي تعاود ماشي انا. لا عاودتي بزاف. لا لا تكون وقت كافي وانا نجاوب عليك، انا قادر نجاوب عليك. انا ما عاودتش. اي تكلم ما تسمعش. حتى ساعه باش يبقى ما عندي مشكل. لا 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 سيد باشا مع كامل احتراماتي ما تشاركنيش مع السلطه، السلطه فوق راسنا والسيد الوالي فوق راسنا، انا ما تشاركنيش. انا سؤال موجه لك، لان انت اللي كتحمل الملعب. سيد رئيس الدائره فوق راسنا، السيد الوالي فوق راسنا، وزير الداخليه فوق راسنا. عاش سيدنا الله الوطن الملك. ويمكن نكتفي بهذا الشيء. شكرا سيدي. شكرا. كولا بيري بيري فوق بدون اخرين. كولا بيري؟ كولا بيري بيري. فاكي في بيري انا وسيد كتلعب هو اللي وقفها. لا لا ما جاوبتينيش. لا ما جاوبتينيش. هو اللي جاوبتيش. 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 الملك محمد السادس نصر الله وأيده.